ويروحوا على زريبة بني سعدة، راحوا سووا الطبخة، وتاني يوم جه الرجل اللي كان ماسك السيف وقال آه معلش أنا قلت كلام امبارح ما كانش في محله وما كانش مظبوط وأنا بعتذر عنه اليوم. ما المؤامرة تمت بقى. سؤال الأول نأخذه من الأخ أبو الزهراء، يقول فيه: لماذا يبغض سماحة الشيخ حسن شحاتة عمر أكثر من بغضه لأبي بكر وعثمان، حتى أنه يصفه بالحلوف ولا يطيق سماع اسمه؟ الله يلعنهم الثلاثة يا سيدي. أنا هو يعني عاوز يعرف ليه اخونا اللي بيسأل، عاوز يعرف ليه يعني ما يبقى في واحد قليل ادب وتعدى على النبي وتعدى على آل البيت وآزاهم لكن يبقى في واحد زاد على ذلك كله بأني نجس، انه نجس انجس من الكلب، خلاص اصبحت يعني مسألة ما فيهاش كلام. يلا يا سيدي تفضل. بقول في نهج البلاغة: الإمام علي يمدح عثمان ويقول أنه صهر عثمان. أنت ما جيتش إلا على عثمان. أنا أجبت على هذا السؤال في الأهواز، واحد قال لي يعني كان في جمل كده لأمير المؤمنين يشم منها أنه بيثني على أبو بكر بيثني على عمر، وتقول تحفظ القرآن؟ قال آه الحمد لله. وتحفظ سورة الدخان؟ قال لي آه. قلت له طب اقراه اقراه وخد بالك من اخره: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم. قلت له هل زبانية جهنم يمدحون اهل النار؟ قال لي لا ده توبيخ. قلت له هكذا يقول امير المؤمنين. من وراء العقول، من وراء العقل، يعني أنا متكيف من اللي قال إن علي فوق البشر ودون الله، يعني إحنا مش بنقول عنه إله، بس هو بمستوياته وأخلاقه وفتوته وشجاعته فوق مستوى البشرية، لا يمكن لا يمكن حد وصل إلى ما وصل إليه أمير المؤمنين، لا يمكن. حتى سألني أحد الأحباب أيهما كان أشد بلاء، النبي أو الإمام؟ قلت له بلاء النبي كان أسهل بكثير من بلاء الإمام. شيه الإمام أكل شيه، ما في واحد حيمر على الصراط إلا إن ختم له بالأكل شيه بتاعه، ما في واحد هيدخل الجنة خاتم علي لدخول الجنة نصه كده: ادخلوه جنة عالية قطوفها دانية. علي اللي امضى كده، مش بقول لك قسيم الجنة والنار، يقول يا بقول لك انا لما رأيت عنق الامام عنق من الخلف انا فضلت في حالة ما هيش طبيعية حوالي اسبوع، كل ما تذكر بس المشهد وانا بس انظر الى عنق من الخلف. عمرك شفت جمال يظهر من هذه المنطقة؟ العنق من الخلف، بقيت في الرؤيا أكاد أطير، بقيت ارتفع عن الأرض كده من الجلال والهيبة والجمال الذي أراه. يتسمى باسم من أسماء الله ده ممنوع عمل عمبات دي. علي علي من أسماء الله. لو أعجب حاجة إنك تلاقي في اسم الإمام اسمه فعل واسم وحرف، لا اله الا الله. اكتب علي علي، ما هي على هي على بتاعت الجر، واذاك حيجرهم كلهم على جهنم ان شاء الله. خد بالك ما هي على حرف جر، لازم تنتبه انتبه، على حرف جر وعلي، لا اله الا الله. علي هي على بس النطق يختلف، علي اسم على حرف، علي من العلو فعل، لا إله إلا الله. شو اسمه؟ أولا من أسماء الله، ثانيا اسم وفعل وحرف.
خرج مضحيا بروحه ونفسه وذاته الشريفة حفاظا على بيت الله الحرام. تنظرون ماذا قال الله للحسين لما خرج حفاظا على بيت الله؟ قال له: بعزتي يا حبيبي لأجعلن قبرك في كربلا كعبة تحج إليها الملائكة. اسأل سيدنا علي مذكور في القرآن ولا لا؟ هو في سورة ياسين. ياسين يقرأ ياسين وبعدين يقول الله: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هاو استفهم سيدنا علي مذكور في القرآن؟ هو في سورة ياسين هو وفي سورة الزخرف: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وفي سورة مريم: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. عاوزك انت توريني بقى ابو بكر وعمر فين في القرآن. قال له النبي: انت اخي وانا اخوك. تقول للامامة: انت اخي وانا اخوك، لحمك لحمي ودمك دمي. الله اكبر. وحبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله. لما دخل الكعبة في وسط الكعبة اعلنها النبي وقال: يا علي، لا يعرف الله الا انا وانت، ولا يعرفني الا الله وانت، ولا يعرفك الا الله وانا. فمهما تكلمنا، اللهم صل على محمد صلوات الله وسلامه على نبينا، لو اجتمع الناس على حب علي ما خلق الله النار. لو اجتمع الناس على حب علي ما خلق الله النار. يا علي، أنت مني بمنزلتي من ربي. يا علي، أنت أخي وأنا أخوك، لحمك لحمي ودمك دمي، وحبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي وعدوي عدو الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله على نبينا محمد وآله. شيخنا العزيز، هنالك سؤال من الأخ أبو أحمد يقول: هل إن الإمام علي طلق أم المنافقين عائشة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يخرجها من أمومة المؤمنين؟ هو الرسول مديله توكيل. حضرة النبي أعطى للإمام توكيل، توكيل عام في كل شؤونه صلى الله على حضرته وآله. ما معه توكيل عام بما فيه طلاق نسائه. قر بالإيمان فقد حبط عمله. ما هو ده؟ مش لسه امبارح بقول لك الإيمان من أسماء أمير المؤمنين؟ ها؟ ولذلك هم واحد عمل الصالحات كلها وصلى وصام وزكى وأطعم الفقراء والمساكين، ومش أطعمهم أكل عيش زي بتاعنا ده، لا، أطعمهم البر والعسل، وبقى يطير في الهوى ويمشي على المية، لا ينتفع يوم القيامة إلا بولاية أمير المؤمنين علي. الله أكبر، الله أكبر. يعن غير تشيع الإمامية الاثنى عشرية تشيع باطل لا أصل ولا أساس لها. بس دي خدها قاعدة، حطها عنوان قدامك عشان تستريح وتريح. تحدثون رحمكم الله عن رد الشمس لأمير المؤمنين مرتين، مرتين رجعت الشمس لأمير المؤمنين، مش مرة واحدة. سل الشمس عنه فهي تعرف قدره، مذ استرجعت حتى غدا فقضى العصر. وسل جنة الفردوس يوم ازدهت، وقد بنى بالتي سادت نساء الورى طرا. هذا الحديث المبارك الذي أخرجه الديني.